سيد هشام عباس الداودي كان أحد المغيبين في السجون العراقية عبر الهاتف. أهلا بك سيد هشام. سيد هشام، بالبداية احكينا أو حمد الله على سلامتك، واحكينا عن معاناتك، كيف كانت بالسجن وشنو هي بالأساس التهمة اللي توجهت إليك؟ تفضل. ألو. نعم ألو، أسمعك. أسمع. نعم نعم سيد هشام، تفضل. والله طبعت السجن 2008، زين، ما طلعت إلا 2021، يعني كل هالوقت أنا موقوف مو محكوم. زين، صعدت بال 2021 وطوني فراج، كنت أعاني بالسجن على مدعوتي، ما حد يمشي بيها المساعدة. زين، واحد يمشي بدعوتي، زين، أوصي مثلا أبو القانونية يشوف دعوتي أنا محكوم لو موقوف، يشوف دعوتي يقول أنت موقوف مو محكوم. زين، أقول له ناشد، زين، شلون أرد أصعد محكمة شلون أني؟ قال والله ندير طلبات احنا للمحكمه، زين، بس ما يردون الجواب. هاي وين؟ بالتاجي وبالناصريه كذلك نفس الحاله. زين، يعني كل هذا الوقت اقول انا شو بتطلع؟ حتى قمت اشك في نفسي، كنت اخاف اني محكوم. يعني دقيت اسمي بالقانونيه، جابوا القانونيه قال لي انت موقوف. سالت المعاون استاذ علي الهندي، زين، معاون ضابط خفر، معاون المدير، قلت استاذ رحمه على والديك، بس شوفني أنا موقوف لو محكوم. أعطيت اسم أمي همينة، زين، راح وإجا قال دقيت اسمك بالحاسبة، أنت موقوف مو محكوم. زين، يعني أنا وين كنت في هذاك الوقت كله؟ ما مساعديني محكمة ليش؟ هذا كله من عمري راح أني، صح ولا لا؟ نعم. أنا طالب التعويض، أنا اسموني عوضني، يعني هاي السنين راحت كلها، أنا تبهذلت، زوجتي تبهذلت، زين، ابني، زين. طيب هشام، يعني هذه الدعوة الكاذبة التي اتهمت بها، يعني هل تعرف الجهة التي اتهمتك؟ هل يعني ما سبب هذه التهمة الكاذبة؟ هل يعني نزاع عشائري، خلاف شخصي بين أصدقاء، أم ماذا؟ والله أنا ما عندي خلاف ويا أي أحد، ويا أي أحد ما عندي خلاف. أنا ما لي شغلة، يعني أنا علي بنفسي ما سوى أي خلاف ويا أي أحد، بس هي جتني تهمة باطلة. زين، قضيت هاي من العمر بالسجن، والله عز وجل فرج عني وطلعت. نعم سيد هشام، قضيت السجن، بس مرة خسر انا. نعم. قضيت السجن عمري 27 سنة، عمري 27 سنة، يعني طفل اني، ها، وطلعت عمري زقيت 40 سنة. يصير هيك يعني بالعراق؟ اكو هيك شيء؟ بس موقوفية ما محكوم. انا ناشد الحكومة، زين، اطالب التعويض. ألو. نعم، طيب، نود أن نشكرك على انضمامك معنا سيد هشام عباس الداودي، أحد المغيبين في السجون العراقية. وأيضا على نفس الموضوع ينضم معنا الخبير القانوني السيد كاظم الزبيدي. أهلا بك سيد الكريم. من الناحية القانونية، كيف تجد شكل وصورة القوانين المتعلقة بالمغيبين في العراق؟ واليوم نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى تشريعات جديدة مثلا؟ نعم، تحية لكم أختي العزيزة وإلى قناتكم الكريمة. حقيقة احنا عندنا القوانين سارية المفعول، وما نحتاج قوانين، ولكن نحتاج إلى من يطبق القانون، مو من يخالف القانون. حقيقة أخو هشام تنطبق عليه نص المادة 37 من الحريات، 37 من الدستور، الفقرة جيم، يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه والتهديد والتعذيب. وهذا من حق طالب بالتعويض. ليش؟ لأن انتهكوا حريته. الفقرة أليف تقول حرية الإنسان وكرامته مصونة. ستنا العزيزة، المادة 37 والمادة 38 من الحريات في الدستور تنطبق على هشام وأمثال هشام. وحقيقة لا تستغربون ولا يستغرب الرأي العام، أنا محامي من عام 2007 في المحكمة كانت اسمها محكمة الساعة إلى الآن، وحاليا اسمها المحكمة المركزية. دعاوي الكيدية كثيرة جدا، الموجودين في السجون كل لقاء أطلع وكل فضائية أطلع أقول الموجودين 70% أبرياء و30% مجرمين، لعنة الله عليهم المجرمين. لا. أنا وأنتم خلنا نتفق، أنا وأنتم الإرهاب، حتى لا يطلع لي واحد يقول أنت تدعم الإرهاب أو محامي تدافع عن الله. الإرهاب كلنا ضده، واحنا كمحامين انطينا شهداء، هو شهداء من زملائنا المحامين كانوا نتيجة انه والله يدافع عن شخصية او يفضح مثل هكذا انتهاكات مثل هشام وغير هشام اللي غيبوها السنين الطويلة.
هاي من ناحيه، من ناحيه اخرى ينطبق نص الماده 167 169 اصول محاكمات جزائيه على الضابط اللي اخفى، ضابط الدعوه، يعني ضابط الدعوه اول واحد اللي حقق وياه هو هذا والهيئه التحقيقيه، والضابط الاخر اللي استلم دعوته وكل ضابط استلم دعوته وخلاه مخفي كل هاي السنين كلهم تنطبق عليهم نص الماده. طيب استاذ كاظم، 69 اصول محاكمات. استاذ كاظم نجدد الترحيب بك معنا في الحصاد، يعني انت استمعت الى ما جاء على لسان هشام يعني والتهم الكيدية والكاذبة التي اتهم بها، يعني كيف يمكن التعاطي مع تهمة كهذا؟ يعني هل يلجأ هشام إلى القضاء لإنصافه وتعويضه، أم أنه ربما سيلجأ إلى العشائر كي ينصفوه إذا ما وجد الأبواب كلها موصدة في وجهه؟ أخي العزيز حقيقة احنا ما سمعنا من 2003 إلى اليوم ما سمعنا واحد ضابط، شوف خلي بديها من هالبداية، ما سمعنا ضابط انحال إلى السجن بسبب التعذيب. ليش؟ لأن أغلب الضباط الموجودين مع جل احترامي لوزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع هم ضباط محزبين تابعين إلى أحزاب، وهاي الأحزاب هي تحميهم زين، لأن حقيقة كانت المخبر السري سيء الصيت في حينها، المخبر السري والعداوات الشخصية بين الضباط وكذا ومدني يدب جوا مثل حالة هشام، الكثير مثل حالة هشام زين. هنا من حق هشام أن يقيم دعوة على المطالبة بالتعويض. نص المادة 37 أولا فقرة جيم، على الفقرة جيم وينطوه تعويض عن هذا، ولكن قبل هذا كله خليه يقيم دعوة على وفق المادة 410 السببوا لعاهة مستديمة أثناء التعديل، المادة 410 والمادة 412 من التحقيق حتى ينال جزاء العادل عقوبتها 20 سنة، والدستور يطالب بالتعويض من خلال التعويض. أخي العزيز من خلال قناتكم الكريمة أناشد السيد رئيس الوزراء الكاظمي، عدة مرات ناشدت في هذا الموضوع موضوع العفو العام، ولكن هالمرة غير شكل. أناشد السيد رئيس الوزراء الكاظمي لأن هو بلسانه اجتمع في مجلس الوزراء وحكى قصة مشابهة لقصة هشام، وقل له يا رئيس الوزراء يا كاظمي، إذا تريدون حل أنا متطوع بدون راتب، متطوع أصير مستشار رئيس الوزراء لشؤون المعتقلات، أنا ضابط سابق، ضابط شرطة سابق، ولدي من الخبرة محامي ومستشار، أفتر سجون أطلع لكم آلاف مثل حالة هشام. تريدون أنا طيب. أتحمل مسؤولية كلامي لأن مارسنا المحاماة وناس انظلمت الخمس سنوات والسبع سنوات وبالأخير يطلع أفراج. نعم. زين أنت من يطلع أفراج غير تطلع تعويض، شنو ذنب طلع أفراج؟ نعم والأفراج خلال 24 ساعة مو ورا 6 شهور تطلعوا. وصلت الفكرة. المحامي والخبير القانوني الأستاذ كاظم الزبيدي، شكرا جزيلا لك.